السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص احنا في اخر الشهر، عشان كده النهارده هعمل معاكم البصاره. والبصاره من الاكلات الاقتصاديه الشهيره اللذيذه، وهي اكله مصريه قديمه طبعا زي ما انتم عارفين. هنعملها بطريقه سهله خالص، مش هتاخد معانا لا وقت ولا مجهود. في نص ساعه تكوني جاهزه وحطها على سفرتك. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحتاج ايه. علشان نعمل البصاره اللذيذه دي محتاجه 4 كيلو من الفول المدشوش، واكون نقعه شويه ساعه كده ولا ساعتين، وغسلته وصفيته. هحط في الحلة وعليه بصلتين وسط، وكمان فصين ثوم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وعليه مية مغلية. واغطي الحلة واسيب الفول لحد ما يستوي. شايفين الفول كده خلاص نفش واستوى شوية، يعني تقريبا 90% من السوى. وبعد كده بقى هحط عليه الخضرة، ودول حزمتين من الكزبرة. حطيت الكزبرة دلوقتي في المرحلة دي مش من الاول، علشان احافظ على اللون الاخضر. هغطي الحلة واسيبها شوية تستوي، وبعد كده هضربها بالهاند بلندر. ولو ما عنديش يبقى هضربها في الخلاط، بس استنى عليها شوية لحد ما تهدى. بعد كده هزود عليها الملح ورشة شطة، ودي اختياري، وباكو من المرق الدجاج الفورية. ودي البصلية اللي هحمرها وحطها على وش البصارة. بصلية كده وسط مقطعة جوانح، حطيت عليها رشة ملح ومعلقة كبيرة نصها دي ونصها نشا. هدعكها كويس وهنزلها كده في شوية زيت هحمرها. اول ما تاخد اللون البني الفاتح الجميل ده هبتدي اطلعها. وفي نفس الزيت هنزل بصلية تانية متقطعة رفيع خالص او مبشورة، هحمرها لحد ما تاخد لون ذهبي كده فاتح. بعدين هنزل عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وكمان معلقة كزبرة ناشفة. هشوح كله، ودي الطشة اللي هنزلها على البصارة. هقلب البصارة كويس، وده القوام المظبوط بتاعها. وفي اطباق الغرفة هبتدي اغرفها، ريحتها تحفة وطبعا طعمها لذيذ جدا، وطريقتها سهلة زي ما انتوا شفتوا كده. هزينها من على الوش بالبصل اللي احنا حمرناه، جنب عيش بلدي بقى سخن ومخلل، وممكن كمان بصل اخضر، وبالهنا والشفا. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، سلام عليكم.